مرحبا بكل السادة المتابعين والمشاهدين، ممكن استمعنا إلى الأغنية الجميلة في فقرة زمان يا فن. ودائما في فقرة زمان يا فن التجارب الجديدة والتجارب الشبابية والتجارب اللي دائما بيكون فيها الإبداع. ورحب بضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ والفنان منتصر الزاكي، مرحب بك، نورنا في استوديو مساء جديد. أهلا وسهلا. النيل الأبيض، النيل الأزرق، وأنا سعيد جدا جدا بالحلقة دي. أهلا بك. يعني دائما الواحد بيكون عنده خطه معينه عشان يمشي ويظهر، خصوصا انه المنافسه بتكون في المجال الفني كبيره والاصوات كبيره جدا وكثيره. فانا عايزه اعرف الخطه اللي انت رسمتها الى ان تكون معانا هنا في مساء جديد استاذ منتصر. والله انا يعني دائما بحاول اني اغني الاغنيه بتاعتي ده، واحب الكلمات الجميله
وانا بغني يعني اصلا، لكن شنو يعني دائما دا راسر بحقان ده بس ده الشيء الحاصل. ليه الناس ما بدايه بيظهروا بي يعني اي اغاني الرواد زي ما تفضل؟ وبغني اغاني الناس انا، لكن انا حبيت انه ما نصر او مصر بحق الخاص ان شاء الله. منتصر يعني بين اعمالك الخاصه نتكلم عن الملحنين والشعراء، ممكن تكون دعملت معهم لحد اللحظه؟ إذا عملت الأغنية حاليا دي من وفاية من كلمات محمد خير عوض، الحان الأستاذ محمد محمود، وإذا عملت مع دكتورة فاطمة موسى، وإذا عملت عنده شغل مع تجانا حاج موسى في الأيام الجاية إن شاء الله نقدمه إن شاء الله. إن شاء الله. ومع تجانا حاج موسى برضه، مع ساك الحلنجي. شعر كبار طبعا. نعم. لكن الواحد ما بخاف لما يبتدي بالاغاني الخاصه بتاعته، يعني ليه انت اخترت انك، لانك كررت عليه كذا مره انا وعثمان ذكرت. نعم. علينا انه انا بغني اغاني الخاصه انا، فكرتك شنو بالضبط؟ والله بحب يعني انا اعمل اعمالي الخاصه وامشي بطريقي في اغنية الخاص، وتكون لي يعني قاعده في اغنية الخاص ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نسمع احنا حاجه ثانيه. نسمع حرمته من كلمات دكتور فاطمة محمد موسى، الحان وسام محمد محمود.
كرهتك من فراق ما يا ما انت خدحتني الليلة ما بتفرق كتير لو كان معاي عفو التاني ربطنا بصوتك الطروب يعني. الله يكرمك. ده انا اعرف منتصر عنده لونيه معينه للاغاني ولا ما حاصر نفسه في حته معينه؟ والله انا بحب الكلمات الجميله اللحن الجميل دايما بعزل الغنى بتاعي يعني بشوف الكلمات الحلوه اللي بتناسب معي مع صوتي بقوم بغنيها. الحاجه الجايه مع منتصر شو؟ يعني اغاني الحب اغاني الفرح. عايشة شايفك ما شاء الله مبتسم ان شاء الله دائما يا رب. الله يخليك استاذة. بارك الله. عاطف السماني فنان ما ساهل صوت جميل جدا. زول اخوي وصاحبي. بس يا ريت تتكلم لي عن عاطف السماني. عاطف السماني. برضه هو احاسيسه عالية جدا يعني في اغاني الحب او حتى في تقدير الاخرين. عاطف يا سلام انا بحبها جدا. يا سلام عاطف السماني احنا نشأنا في حلة واحدة ومبدة. انا في السادس وهو في 11 ونحن اخوان ويعني يعني عيلة يعني هم بيجوا نحن من جو صاحبي مناسباتي بيجي يغني لي مناسبات وانا بغني له يعني عشرتنا حلوه جدا جدا طوالي مع بعض عاطف السماني طعمه من الاصوات الجميله ومن الاصوات الحلوه بتربني جد يعني انا يا سلام اغنيه يا سلام دي يعني انا بس انه يعني حسيت انه دي من الاغاني المفضله عندك يمكن عاطف عنده عديد من الاغاني يا سلام يعني بما انك انت عاشرت عاطف في حته واحده ونشاتوا مع بعضكم فاكيد برضه بتكون من محبين عاطف عندك اغنيه برضه بتكون محببه بالنسبه لك والله عاطف السماني يعني وانا كله حلو والله انا بحبه جد يعني جد عاطف السماني اداؤه ايوه اداؤه هو اداؤه صوت جميل صوت جميل بس انا بحبها بصوت عاطف السماني يعني سمعتها بصوت عاطف السماني طيب مشاهدينا حن الآن موعد أذان المغرب على مشاهدينا مراعاة فروق الوقت الله أكبر الله أكبر لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة منتصر أنا حابة أسألك يعني في فترة ما كان في ظهور كثير للمنتديات الثقافية اللي بتظهر أصوات شبابية سودانية جميلة يعني وفي نفس الوقت ممكن يكون استقطاب للقنوات الفضائية
كيف علاقتك مع المنتديات الثقافية؟ ظهورك دائم ولا حسب ممكن زول يقول لك والله منتصر الليلة في منتدى لطيف تعال أحضره؟ والله منتدى ده أنا غنيت في منتدى المبدأ بتاعنا عندنا المنتدى غنيت في مركز شام درمان منتدى كنت عضو فيه ولكن لفترة كده وقفت يعني ظروف كورونا وكده وظروف الحاجة عموما. أستاذ منتصر يعني منتصر الزاكي شايف نفسه في المستقبل حيكون وين؟ والله يعني أنا أتمنى يعني زفول يعني تكون عنده يعني حاجات جميلة عنده غنى عنده كلمة سمع عنده كلام جميل عنده يقوم طليق لقدام إن شاء الله. إن شاء الله احنا بنتمنى لك كل التوفيق بنشكر وجودك معنا لهذا المساء طبعا حيكون معك مسك الختام لكن انا وزميلي عثمان نختم هذا المساء عثمان سعيد جدا برفقتك في هذا المشوار المساء يمكن كان حافل بكثير من المواقف وكثير من البرامج والفقرات اللي هي كانت مختلفه ونتمنى ان شاء الله نكون قد وفقنا في تقديم هذه الفقرات وايضا وجود الزميله سالي عثمان برضه يعني دي من الاشياء الجميله جدا انه يعني لما الشمل القديم بتاعكم ثاني لما المعتق شكرا مشاهدينا ومني انا دائما نجود حبيب وعثمان عاشي احلى ورقه حياه مع السلامه في امان الله الله يخليك هغني بامانه كلمات خضر ابو صباح الخضر الحان الاستاذ محمد محمود مشوقك راح نسانا مشوقك راح نسانا الزمن شفناه قاسي الزمن شفناه قاسي وغرقتنا دموع عسانا لو نويت هجر هوانا تترك الإحساس
في محنه.